شنو باغا؟ واش باغا تحمقنا؟ واش باغا تعطينا هاد الفاكسان اللي هي ما معروفاتش وتجرب فينا؟ واش حنا في ايران تجارب؟ ولكن الحمد لله هما ما عرفوش بلي المغاربه وعاو ما باقي شي غدوزو علينا بهادشي فهمتي. وديك التعريض السياسي بركه منه طنجه وراعاقو. نحن نطالب بالحوار، ما ياخذوش قرارات استبداديه. هذا جسدي وانا حر فيه. دابا انا عندي موحد كنقرا في التسعه، واش ممكن ليش نعملوا موحد على هذا جواز التلقيح؟ دابا حنا جينا لهنايا كنرفضوا جواز التلقيح، ما كنرفضوش التلقيح. راه هي قالت جواز التلقيح اختياري، وحنايا واخا مشينا في اختياري ما عملناه شي. جاو هما قالوا لنا ما غتعملوا لا كارت، ما تجدد باسبور ديالك، ما تعمل حتى شي حاجه، حتى تعطيه جواز التلقيح. كيفاش نعطيه انا جواز التلقيح وانا رافضه التلقيح اللي هو اختياري؟ شنو باغا؟ واش باغا تحمقنا؟ واش باغا تعطينا هاد الفاكسان اللي هي ما معروفاتش وتجرب فينا؟ واش حنا في ايران تجارب؟ شراو الفاكسة وكيضربوها لنا بالدراع وكيزيدوا في المعيشة، كيزيدوا لنا في كل شيء. خصني غير نفهمهم، واش باغيين يقتلونا؟ مي أنا الوالد ديالي توفى لي، كيقولوا لي عنده كوفيد، ما كانش عنده كوفيد في الطبيب، كيكذبوا عليا. فاش جا الطبيب اللي غيشوفوا في الدار قال لي باك ما فيه شي. علاش كيكذبوا علينا؟ واش بغاو يسجلوا بحالة؟ ما بغيتش يفهموا. أنا مقطعة على با مات، وهما كيقولوا لي حقا عندو كوفيد، ما خصهمش يعملوا فينا هيدا. انا الرساله ديالي للحكومه هي الغيو جواز التلقيح، هي الغي جواز التلقيح، وحنا غنعيشوا مع الغلا، كنعيشوا مع الرخاء، كنعيشوا وراضيين باللي عطانا ربي، كنقولوا الحمد لله. مي هما ما خصهمش يفرضوا علينا نعملوا الجواز. كيجي الغلا كنحمد الله، كيجي بوطه كيزيدوا فيها كنحمد الله، زادوا في البوطه الفلوس، عملنا منقطعه، قالوا لنا لا صافي غنقصوا، زولوا منا الغاز، تحاولوا حنا حميره ولا وراه حنا بشر. السلام عليكم، حنايا المواطنين من طنجه، اليوم الحمد لله عملنا تظاهره، عملنا وقفه وعملنا مسيره، والمخزن عيا ما يحاول باش يفرقنا. الحمد لله المواطنين خرجوا بواحد الاعداد غفيره، ما قدرش المخزن يفرقنا. لحد الان راه باقا المسيره مستمره، وكنوجه بغيت نوجه اليوم، راه معروفه الهدف علاش ودنا حنا اليوم ضد جواز التلقيح، ضد اجباريه جواز التلقيح. اما جواز التلقيح بغاو يعملوه شي ناس شغلهم هذاك، بغاو يعملوا التلقيح نشينا اللي بغى يعملوه يعملوه، اللي ما بغاش يعملوه شغلو
هذاك التلقيح اختياري ماشي اجباري، ما كاين حتى شي قانون كيقول بان التلقيح اجباري. المظاهرات ان شاء الله كل حد غادي تكون كل حد في نفس الساحات، يعني ساحه الامم اليوم لحد اللي ماشي ساحه الامم في الاربعاء بعد العشيه، ما كاينش شي انقطيوات ماريشال ماشي ماريشال بلاصه اخرى، يعني كاينه شي جهات متواطئه مع المخزن كتبغي تفرقنا. حتى البارح في 12 ديال الليل نزلوا اخبار باللي راه مثلا هنايا في طنجه قال لك ماشي ساحه الامم، لا غنعملوها في انقطيوات، كتعاود انقطيوات كتجبر غير بوليس، ما كاين حتى شي واحد. كازا كذلك، اكادير كذلك، الرباط كذلك، كل مدينه عملوا فيها بلاصه اخرى باش يفرقونا. حاجه اخرى، الذكاء ديال المخزن شوف فين وصل. حنا فايقين، فيقنا اليوم في الصباح، نص الشعب جبر راسو الساعه عنده منقوصه، ونص الشعب جبر الساعه عنده هي هذيك. علاش؟ باش نص الشعب يجي في ثلاثة ويفرقوه، ونص الشعب يجي في الأربعة ويفرقوه عاوتاني. ولكن الحمد لله هما ما عرفوش بلي المغاربة وعاو، ما باقيش غدوزو علينا بهادشي. الأبناء ديالنا راه في الخطر، أمهات ديالنا راه في الخطر، وخينا لا قاعد جوج ولكن خوفا على الثالثة، وعندي 54 سنة. أنا ولد الشعب ومناضل كبير، أنت كتعرفني، على أساس أن جلالة الملك قال لهم ماشي إجباري، هذا اختياري. وديك التعريض السياسي بارك منه، طنجة وراعاقو من فوضى المغرب ككل. خروج المغاربة عن بكرة أبيهم في المغرب، هذا في حد ذاته انتصار للشعب المغربي، والحكومة عارفة بأن الشعب قوته كبيرة بزاف، يعني ما حتى واحد ما واش يوضعوا الشعب كامل في الحبس في السجون ما يقدرش. يعني لهذا نحن نطالب بالحوار، ما ياخذوا شي قرارات استبدادية، كل واحد حر في تلقيح، يعني مسائل خصوصية، هذا جسدي وأنا حر فيه. متى تكون حالة الطوارئ الصحية؟ ملي كيكونوا كيموتوا 10% ديال الناس، واش كيموتوا 10% ديال الناس؟ يعني كل 100,000 نسمة كيموتوا فيها 1000، ما كايناش. إذا يشدوا عليهم، حنا موافقين يشدوا علينا، ولكن خلصونا، ما نخرجوش، حنا ناس ملتزمين، ولكن خلصونا، أعطيونا الدعم. ماشي أنتم عايشين في الفيلات وكتساروا في الفنادق وتساروا وتحجروا على هذا الشعب مسكين اللي عانى بزاف. وقضيه الاسعار خطيره، يعني الاسعار كنا كنغوتوا على 20 فرانك 20 سنتيم في الحليب، دابا تزادت 25 درهم في الزيت، يعني خص الشعب ما يشريش الزيت. انا كنطالب باش مقاطعه الزيت، نطيبوا في الماء. اسمع، يعني واده، شوف حنا سلميين، حنا سلميين، انا لا ادعو الى التخريب، هذه بلدنا وهذه مكتسبتنا، وبلد ديالنا ماشيه مزيانه بالحق، نحافظوا على هذا الشيء ونحافظوا على الاستقرار اللي كنعموا به. السلام عليكم خوتي المغاربه من طنجه القويره، انا عدلت اللقاح الاولاني والثاني حيت ضروري على حساب باش نخدم على بنتي، انا فيا الاب فيا الام، ها هو الجواز. ولكن عندي بنتي مريضه، عندها انفيكسيو في الدم والتهاب المفاصل، وعندها الفقر الدم الحاد، وعندها الحساسيه الحاده، ولكن دابا هي كتقرا كتخوف بنتي من ما يدخلوهاش المدرسه في وقت الامتحان. دابا انا عندي موحد كنقرا في التاسعه، واش ممكن ليش نعملوا موحد على هذا جواز التلقيح؟ دابا حنايا يطلبوا لنا ان شاء الله جواز التلقيح مع عندي انفيكسيو في الدم والتهاب المفاصل وعندي حساسيه، ودابا انا كنقرا وعيطلبوا لنا جواز التلقيح وانا ما عارفه شي ما نعمل، ما نقراش اللي حسب هذا جواز التلقيح هذا، واش انا على العام عيد دعني من عمري على جواز التلقيح؟ كنا من هذا المنبر هذا كنوجه لوزاره الصحه والحكومه واللي كي اللي يسمع هذا الصوت ديالي، اعملوا لنا شي حل، راه دابا حنا راه ماشي، اعملوا لنا شي حل. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.